طفرة تنموية كبيرة يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة لخلق مجتمع يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة، بما يحقق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. وفي هذا الإطار تمضي الدولة قدما في هذا التوجه الاستراتيجي، حيث عملت على وضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسات المختلفة. وتساهم هذه الاستراتيجية في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع. ويعتبر التحول الرقمي أهم مميزات الجمهورية الجديدة الذي تتمثل محاوره في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية ورقمنة كافة الوثائق الحكومية. كما يتضمن محور تطوير الأداء الحكومي تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين. وتتمثل أهمية التحول الرقمي في تقديم خدمة ذات جودة عالية في وقت قياسي للمواطن وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفعالية الأداء الحكومية، فضلا عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري. وتم رقمنة 101 مليون ورقة حكومية ضمن مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية. وأسهم التطور الكبير في مجال التحول الرقمي في تقدم مصر في المؤشرات الدولية، بما يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية. ضيفنا في الاستوديو في الدقائق القادمة دكتور محمد خليفة، المشرف على محور الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا معلومات والاتصالات. دكتور محمد أهلا وسهلا. التحول الرقمي مسألة كبيرة ومصطلح متشعب، لكن في صورته المباشرة أو الأبسط للمواطن العادي، ماذا يعني تحول مصر إلى الجانب الرقمي أو التحول الرقمي زي ما بقينا نسميه؟ التحول الرقمي هنا بيعني عملية التحول خدمات رقمية بتقدم قيمة مضافة، بتلبي احتياجات المواطن المصري من حيث تقليل الوقت اللازم لأداء الخدمة، جودة الخدمة، المجهود اللي يعني بيبذل في الخدمة نفسها، وكذلك الأداء، معدلات الأداء في أداء الخدمة. يعني احنا بنتكلم على ان كل ما قدراتك كحكومة انك انت تؤدي عدد كبير من الخدمات في وقت ضيق او وقت قليل وبأعلى جودة، فده المخرج الأول للتحول الرقمي. في مخرجات تانية طبعا هامة جدا، وانا اعتقد ان هي يعني هي دي اللي بتضع مصر على الخريطة العالمية، الا وهي البيانات. فكرة ان انت بيكون عندك قدرة على، احنا لحد الوقت قريب قوي كنا بنيجي نتكلم على اي قطاع من القطاعات، لما تيجي تبقى عايز تاخد قرار، متخذ القرار بيحاول يدرس موقف ما فبيطلب بيانات، فبتلاقي بيانات مختلفة وكثيرة جدا. مع ربط قواعد البيانات في الجهات المختلفة، وحنا نتكلم على 75 قاعدة بيانات بيتم ربطها الآن، فده هيؤدي إلى وجود حالات قياسية أو بيانات قياسية لكافة أوجه وأنشطة الحياة في مصر، مما يساعد على عملية التخطيط الاستراتيجي الجيد للخطط، مشروعات القومية، جميع المشروعات الكبيرة محتاجة البيانات، والبيانات دي مش هتحصل ومش هتكون موجودة غير بتحول رقمي شامل. طيب دكتور محمد، يعني احنا بنتكلم، التقرير مثلا قال ان في 101 مليون ورقة حكومية
يعني تم تحويلهم او تحولهم الى الرقمنه. حضرتك بتتكلم ان في 75 قاعده بيانات حاليا بيتم ربطها ببعضها البعض. ممكن نربط قواعد البيانات، لكن ماذا يعني او ما يعنينا اكتر هو دقه المعلومات الموجوده على هذه القواعد الخاصه بالبيانات، لان ممكن قاعدتين عندهم معلومه او رقم عن نفس الموضوع لكن يحصل اختلاف. هنا المختصين بيتعاملوا ازاي مع هذه الامور؟ لان ده بالتاكيد بيحصل النهارده يعني واحنا بنتكلم. حقيقه ان احنا عشان نصل للهدف بتاعنا وهو التحول الرقمي فاحنا بنعدي بثلاث مراحل. تمام. المرحله الاولى هي مرحله الميكنه، وده المرحله اللي يعني بتتطلبها كافه جهات الدوله حاليا. في طبعا جهات سابقه لغيرها وعندها البنيه التحتيه اللازمه لتوفير الشبكات واجهزه الكمبيوتر والسيرفرات بالظبط، وكمان توفير التطبيقات. يعني انا بتكلم على ان توفير التطبيقات وعمليات المسح الضوئي مثلا للوثائق وتحويلها من الصوره الورقيه الى الصوره الرقميه في صوره التطبيقات دي تعتبر في اطار الميكنه. تمام. المرحله الثانيه مرحله الرقمنه. مرحله الرقمنه مفهوم اوسع زي ما حضرتك قلت، ان احنا بنتاكد من دقه البيانات، بنبتدي نشتغل بتكنولوجيات زي الذكاء الاصطناعي وخلافه للتاكد من واستقصاء او ان احنا ناخد اكبر قدر من الرؤى عن ماذا ما يعني ما هو كائن في كل المشروعات في جمهوريه مصر العربيه. فدي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه لما احنا نخلص المرحله الثانيه، وانا اعتقد ان احنا في طبعا جهات كثيره جدا تعتبر في المرحله الاولانيه لسه، وفي جهات تقدمت وبقت في المرحله الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. في جهات احنا لسه بقى في رحله بتاعتنا نحو التحول الرقمي، احنا محتاجين نروح لما ابعد ما هو من 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 كل ده، ان هو يبقى عمليه ترابط بين الجهات وبعضها. لما اجي اتكلم على مثلا الشهر العقاري او الاملاك الدوله، فانت في جميع الاحوال محتاج عمليه ربط شامل بين كل جهات الدوله علشان تؤدي خدمه افضل. وعلشان تؤدي الخدمه الافضل ديت انت محتاج بقى تكنولوجيات اقوى، تكنولوجيات التحول الرقمي الجديده. احنا بنتكلم على سلاسل الكتله، بنتكلم على انترنت الاشياء، بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، كلها تقنيات جديده بتتيح ليك ان انت تعمل قيمه مضافه جديده بس بشكل اعمق. يعني الميكنه صحيح بتقدم لنا تقدم كبير جدا، وهي فعلا حصل تقدم في المؤشرات الدولية لمصر في كافة المؤشرات الدولية نتيجة عملية الميكنة المستمرة وفي كل القطاعات، لكن احنا بنطمح الى ما هو ابعد من ذلك، ان يبقى التحول الرقمي له تأثير اقتصادي على الدولة المصرية وعلى تنافسية الدولة. طيب هنا الكلام هيروح مباشرة للبنية الأساسية التقنية والبنية الأساسية التكنولوجية وبنية الاتصالات في مصر. احنا صحيح بنتقدم على مؤشرات الإتاحة الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والإنترنت وما إلى ذلك، لكن السؤال هل احنا حاليا بنطور في البنية أم انتهى تطوير البنية الأساسية في هذا الإطار وإحنا حاليا بقى بنبني ما فوق السطح اللي في القلب أو الكور زي ما بتسموه يعني أهل التكنولوجيا، بقى جاهز ومستقر ويتحمل كل هذه البيانات؟ ما نقدرش إن إحنا نمشي في مرحلة ونقول إن إحنا هنخلص هذه المرحلة بالكامل وبعدين نبني يعني فوقيها. إحنا لازم نمشي بصورة متوازية، لان في قطاعات بتبقى مستعده وفي قطاعات بتبقى فيها محتاجه استعداد اكبر، محتاجه عمليات تدريب اعمق، محتاجه نوع من انواع الدعم الحكومي ليها علشان تقدر انها تدخل في عمليات التحول الرقمي. فاحنا مش هنستنى كل القطاعات تمشي بنفس النوع من النضج، بنقول النضج الرقمي، فمنقدرش، والا يبقى انت مش هتطلع يعني نواتج إيجابية بسرعة، وأنت محتاج تطلع نواتج إيجابية بسرعة، لأن المواطن عانى لفترات طويلة من ضعف الخدمات، وإحنا ناس كتير تسافر بره وترجع تقول طيب
فين الخدمات احنا نشوف بره. احنا بدأنا نعمل كده وبدأنا نبص على ده بشكل قوي جدا، ومحتاجين ان احنا نطور الفترة اللي جاية تكنولوجياتنا بقى المصرية، ونعمل حاجات مبدعة ومبتكرة اكتر من اللي احنا بنشوفها في الدول اللي حوالينا. على فكرة مصر والمصريين هم اللي عملوا معظم قصص النجاح في الدول حوالينا في التحول الرقمي. الدول العربية قائمة على مهندسين مصريين، قائمة على شباب مصري، على أفكار مصرية. فإحنا إذن النوهاو موجود عندنا بالزبط. ونعرف كيف ندير الأمر. المسألة هي التوجه العام للدولة، التوجه العام وعملية التكامل والتعاون والدعم بين الجهات المختلفة وبعضها، ونحط في اعتبارنا إن إحنا دي رحلة، والرحلة دي لازم إن هي فيها عملية تراكمية من الإضافة لموضوع المشروع التحول الرقمي. احنا مشروع قومي بتاعنا، فاحنا في عملية تراكم. احنا مش هينفع نقف عند تطوير البنية التحتية ونسكت، وإلا يبقى احنا خسرنا كتير. احنا هنشتغل على البنية التحتية، ونشتغل على التطبيقات والبرامج، نشتغل على ثقافة المواطن الرقمية وثقافة الموظف الحكومي الرقمية. كل دي حاجات لازم نشتغل عليها بالتوازي حتى نصل للأهداف بتاعتنا. طيب السؤال المباشر اللي بيسأله البعض، كان هيفرق ايه لو لم نأخذ هذا التوجه، اللي هو بشكل اخر الفرصة اللي كان ممكن تتاح لينا وما اتحتش، او اللي ممكن تتاح لينا دلوقتي نتيجة ما نبذله من مجهود في هذا التحول؟ الحقيقة ان احنا في عالم لا بديل عن التوجه فيه للتكنولوجيا. لا بديل، لا بديل، لا حلول اخرى. لا حلول اخرى، لان انت بتتكلم على عالم، يعني في الفينات كنا بنتكلم على عالم البترول والشركات الكبرى العالمية، هي شركات البترول والشركات العاملة في قطاعات الطاقة القديمة والتقليدية. دلوقتي الشركات الكبرى هي الشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المعلومات، ومن يمتلك التكنولوجيا يمتلك ناصية القدرات والقوة والمكانة على الساحة العالمية. فأنت ما ينفعش أن أنت في هذه الأجواء وفي السباق العالمي القائم على التكنولوجيا أنك أنت تستنى أيا كانت الظروف. فإحنا بالنسبة لنا التحول الرقمي والتوجه نحو التكنولوجيا ضرورة وحرجة، يعني حاجة مش حاجة عندنا فيها أي نوع من أنواع الاختيار. طيب أكيد التحول الرقمي على أهميته، لكن أيضا يعني فكرة العنصر المخاطرة أو عنصر الأمان، لأنه زمان كان يعني آخر ما بيزهق المواطن بيروح للأدابير، كانوا بيسموها الأدابير زمان، ويفضلوا يدوروا لحد ما يلاقوا الورقة اللي تثبت هذا الحق أو ذاك. في عالم التحول الرقمي وفكرة الرقمنة، أين ستذهب هذه الأطنان من الأمور التي تثبت حقوق وأملاك وآلاف الأمور كانت مثبتة ورقيا في مصر؟ أين تذهب هذه الأوراق الآن؟ وإيه اللي يخليني كمواطن في حالة استقرار نفسي إن أنا عارف إن كل ما هو حقوق ليا محفوظ في كل جهات الدولة بأمان كامل بحقي؟ الحقيقة إن احنا كان في إشارة من السيد الرئيس يعني مؤخرا أو قريب يعني على ان احنا نعمل عقل الدولة المصرية، وبنشتغل على ده في العاصمة الإدارية الجديدة. انت بكل بساطة عشان نبقى ناس، هو ملخص الكلام اللي حضرتك قلته، كل البيانات المهمة الخطيرة التي تعتبر أساس من أساسيات الدولة لازم تكون في أماكن مؤمنة، وتكون في أماكن على أحدث درجة من التقنيات، وده اللي بتقوم به الدولة حاليا في العاصمة الإدارية. عندنا مراكز التأمين البيانات، عندنا مراكز يعني الهوستنج أو استضافة التطبيقات. احنا كل اعتمادنا في فترات كبيرة كان على استضافة تطبيقاتنا على خوادم خارج مصر. احنا دلوقتي بنتجه ان احنا يبقى عندنا الاماكن المعدة لينا في مصر. طبعا كان في موجود، يعني انا لا ابخس الناس اشيائهم، بس كان في موجود، بس احنا دلوقتي بنتجه في هذا الامر على نطاق واسع، ان يكون عندنا الاماكن
ومراكز البيانات الضخمة الكبيرة التي تستوعب عملية التقدم في عملية التحول الرقمي. لا عشان كده أنا بقول لحضرتك إيه، لازم نمشي بالتوازي، ما ينفعش ان انا امسك في جزء اطوره لاخر مدى فيه واسيب باقي. البعض بيتخيل ان ده هيتم على الامور او الاوراق الرسميه اللي تخص الدوله، انما اوراقي انا العقد بيع عملته من 15 سنه في شهر عقاري في محافظه هيروح فين؟ الحاجات البنكيه، المعاملات البنكيه، تاريخي البنكي، معاملة رخصة قيادة استخرجتها وانتهت وكان في مشكلة ما خاصة بيها، كل الأمور دي لي مرادف ورقي. المرادف الورقي ده هل هيتحول إلكتروني في ظل التحول الرقمي اللي احنا فيه، ولا هنا في أولويات؟ يعني إيه اللي هيتم؟ طبعا بص أقول لحضرتك على حاجة، في جزء طبعا بيبقى تابع للحكومة المصرية وده اللي بتقوم بعملية التحول الرقمي للدولة بصفة عامة، في جزء آخر خاص بالمواطن، فاحنا هنا في هذا الجزء لازم بقى يدخل دور الشركات الخاصة، شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية وشركات الشركات الناشئة المصرية. احنا في استثمارات كبيرة جدا بتضخ في الاستثمار في شبابنا، في افكار الشباب، في خلق وظائف في قطاعات الابتكارية. بقى في عندنا شباب بيشتغلوا بأحدث التكنولوجيات، يعني أنا بالأمس كنت يعني في أحد الاحتفاليات بنخرج مجموعة من الشركات المصرية حوالي 15 شركة كلهم بيعملوا بذكاء اصطناعي، وشباب على أعلى درجة من القدرات الفنية وعندهم الشركات الخاصة بتاعتهم وبيدخلوا في عملية الرقمنة والتحول الرقمي في الدولة، بيدخلوا في الجانب ما يخص المواطن وتوفير تطبيقات. ما انت ما تيجي تتكلم على تطبيق على الموبايل بيساعد حضرتك في أداء وظائفك، ده نوع من أنواع التحول الرقمي بس لبياناتك انت او ما يخصك. يعني قصد حضرتك ان كل الاوراق اللي تخص حياتي انا كمواطن هيتم ايجاد بديل بالزبط. او مش بديل، هتكون موجوده لكن رقميا، حتى ولو تم انهاء الفكره الورقيه لكن هتظل موجوده طبعاً. حافظه لحقوق طبعاً. حتى لو كانت الحقوق دي انتهت بالفعل طبعاً. لا ضرر على حقوق المواطن على... او لا ضرر انه يتعرض، لانه على سبيل المثال مثلا يعني شهادات الاستثمار كنا زمان بنشتري شهاده، بناخد شيء ورقي من البنك بيقول ان انا اشتري، حاليا من على التطبيقات الالكترونيه الخاصه بالبنوك. طيب لو هذا التطبيق تعرض الى مشكله، عطل، ايا كان المسمى، يعني هل ده يضر حقوقي، يضر ممتلكاتي، يضر فلوسي مثلا اللي في البنك؟ في انظمه بتحمي هذه التطبيقات من عمليات الاختراق، وعندنا ناس مصريين خبراء على أعلى مستوى عالميا في الأمور ديت، وكمان تصميم البرامج ديت لا يتيح عملية ان انت تفقد البيانات والكلام ده كلام تاريخي، يعني مش قائم دلوقتي خالص، ولازم نثق في مؤسساتنا اللي هي بتشتغل بتكنولوجيات التحول الرقمي. عندنا كفاءات مصرية كبيرة جدا، لازم نثق في العالم الرقمي علشان يعني نتحمس كلنا وندخل. هي الحقيقة تساؤلات يعني عند الناس في الشارع، وهي الحقيقة تساؤلات منطقية ومشروعة. في النهاية المواطن بيسأل على أمور الحياتية اليومية، ازاي ممكن زي ما هو شايف ولامس ان في امور بقت جيده واسهل، لكن هو ربما عقله بيروح للتساؤلات اللي هي، لان مسائل ممكن تبقى فيها حقوق زي ما فيها واجبات كمان، فحقوق وبالذات الحقوق اللي ليها محفوظه طبعا، يعني امور نقديه وما الى ذلك. طبعا التكنولوجيا تقدر تحفظ جميع الحقوق، وهيبقى في زي ايه نسخ احتياطيه بتبقى موجوده في البنوك وفي الشركات الكبيره في حاله عدم، يعني في حاله حدوث اختراقات، حتى بيبقى في عندك نسخ احتياطيه من اي نوع من انواع البيانات، واخد بالك؟ فانت دايما الموضوع ده محلول، يعني ما فيهوش مشكله كبيره. هو الحقيقه الشغل الاهم اللي انا يعني بحس ان هو احنا محتاجين نبص عليه والمواطن المصري يقدر يعني يعرفه او ان هو يتخيله، ان موضوع التحول الرقمي مش فايدته الوحيده ان احنا بنعمل خدمات الموجهه لينا بس. احنا التحول الرقمي والتوجه للتكنولوجيا بيرفع من مستوى معيشه الدوله كلها، وبيرفع
مستوى أداء الدولة كلها وبيرفع من مستوى تنافسيتها، وبالتالي بيؤدي إلى وجود استثمارات بتيجي. يعني انت الاهتمام بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، صحيح احنا بنحل مشاكل وبنرفع الاداء في الخدمات و لكن كل ده هو كمان بيؤدي الى ان المستثمر اللي هو عايز يجي يدخل مصر لما بيلاقي الخدمات بتاعتك مرقمنه بسيطه، سهل انك انت تعمل توكيل، سهل انك انت تدخل في جميع الجوانب التعامل مع الحكومه بطريقه سهله، فده هيسهل عليه ان هو يدخل بالتاكيد، وبالتالي مش هيبقى عندهم اي نوع من انواع المخاطر، وده معناه قيمه مضافه للاقتصاد ككل. بالزبط. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم، دكتور محمد خليفه المشرف على محور الابتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس اداره غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر موصول لحضراتكم على متابعتنا في هذه الحلقه من القاهره، الى اللقاء في الحلقه القادمه، دائما 10:05 تقريبا مساء بتوقيت القاهره، وكل يوم حلقه جديده من القاهره بأمان الله.